وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة بإذن الله نشرح الحلقة الأولى في مادة المحاسبة المالية بالإنجليزي للفرقة الثانية. تعالوا نسمو بسم الله الرحمن الرحيم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد درس يا جماعة المعادلة الميزانية أو المحاسبة. بنفس الاسم الميزانية يا جماعة أو المحاسبة بنفس الاسم، هما اتنين واحد. يعني هناخد المعدل الميزانية أو المحاسبة ونشرحها بالتفصيل بإذن الله. بس قبل ما أشرح عايز أعرفك حاجة، إنه أنا لو شرحت لك بالإنجليزي أظن إنه الكل مش هيفهم أي حاجة خالص، لأنه بالإنجليزي يا جماعة أصعب، لأننا إحنا أغلبيتنا، الأغلبية مش هقول الكل، الأغلبية ضعيف في الإنجليزي. طب علشان أوصل المعلومة لأي حد أعمل إيه بالظبط؟ أشرحها لكم باللغة العربية. طب بالنسبة للإنجليزي هديلكم 40 كلمة لما المنهج كله، 40 كلمة مهمين. لو حفظت ال 40 كلمة هتلاقي المنهج كله بإذن الله سهل معاك، كله من أول لحد الآخر. طب تعالى نشرح المعادلة الميزانية للناس اللي نسيتها بتاعت سنة أولى. المعادلة الميزانية أول حاجة المطلوب مني يا جماعة علشان أحفظها، أحفظ الجدول. أول حاجة واحد، تكوين الجدول. تكوين الجدول دي أول حاجة المفروض إن أنا أحفظها. طب تعالى نكون الجدول. الجدول هيبقى بنفس الطريقة دي يا جماعة. هنقول الأصول والخصوم زائد حقوق الملكية. تعالوا كده نكمل البيان. كنا نقول الأصول من ناحية اليمين عشان باللغة العربية. تعالوا ناخدها بالإنجليزي. حقوق الملكية، حقوق الملكية زائد الخصوم. طب في الجانب الشمال الأصول، في الجانب الشمالي يا جماعة الأصول. ده جدول حقوق، جدول المعادلة الميزانية. هقول لك أيوه هو ده جدول المعادلة الميزانية. طيب بالنسبة للخصوم هتقسمها ولا خليهم مع بعض؟ لو قسمتها مفيش أي مشاكل، هتقسمها. بس أهم حاجة تبقى عارف إن الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. الأصول طبعا كلنا عارفينها يا جماعة، زي السيارات، زي المباني، زي المعدات، زي البضاعة، زي الآلات، اي حاجة خاصة المدينون، كله ده خاص بيه بالاصول. وهديلكم يا جماعة الكلمات الخاصة بالاصول لوحدها، وهديلكم الكلمات الخاصة بالخصوم وحقوق الملكية لوحدها. طب انا اول حاجة المطلوب مني ان احفظ هي شكل الجدول، شكل هي الجدول. بالنسبة للبيانات انا ابقى عارف الاصول هنا، بس انا لما اديلك الكلمات وتحفظ الاصول معناها بالانجليزي هي هتكتب الست هنا، يعني اسمها بالانجليزي يا جماعة الاصول الست. ده بالنسبة للأصول. بالنسبة للأصول الخصوم ليها كلمة والحقوق الملكية ليها كلمة. أنا مش عايز أتكلم باللغة الإنجليزية لأن أنا مستواي في الإنجليزي متوسط، فالنطق هيبقى مش اللي هو، يعني النطق بالإنجليزي يا جماعة مش هيبقى من اللي هو، علشان هي محدش يتلخبط. هشرح لكم باللغة العربية زي ما احنا ماشيين لحد ما نخلص الدرس وأفهمكم إزاي تذاكروا المادة دي بإذن الله. يبقى أول خطوة عندنا المفروض أنا أحفظ إيه يا جماعة؟ تكوين الجدول. تكوين الجدول انا حفظته مفهوش اي صعوبة خالص، الاصول والخصوم حقوق الملكية. طبعا الاصول هتنزل هنا، كلهم مساويين بعض يا جماعة، يعني معدات زائد سيارات زائد مباني او عقارات زائد بضاعة زائد خزينة زائد مدينون. لو في ايه؟ لو في المدينون، يعني الحاجات دي يا جماعه الاصول انا هكتبها، هي هكتبها من التمرين، يعني مش انا احفظ لي كام كلمه واروح انزلهم وخلاص. هشوف التمرين، انا لما احفظ الكلمات هبص على التمرين هلاقي الكلمات اللي انا حافظها هم الموجودين في التمرين، هنزل اللي هم موجودين في التمرين بس. طب بالنسبه للخصوم اللي هم القروض والدائنون، القروض هي والدائنون. طب بالنسبة لحقوق الملكية رأس المال، رأس المال. وبالنسبة للزيادة أو النقص اللي هو الأرباح أو الخسارة.
يبقى الجدول احنا عرفناه، المعلم الميزانية عرفنا الجدول ده يا جماعة متكون من اصول وخصوم وحقوق ملكي. انا بذكر الناس اللي هي كانت شاطرة وحافظاها في سنة اولى، والناس اللي لسه حافظاها مفيش اي مشاكل خالص. اثنين، حفظ 40 كلمة بالانجليزي. هنحفظ كم كلمة يا جماعة؟ هنحفظ 40 كلمة. ال40 كلمة خاصة بالمنهج كله. يعني أنا والله ال40 كلمة قليلين يا جماعة مش كتار. أنا والله زمان لما كنت في ثالثة ثانوي في الثانوية العامة كنت أحفظ 60 كلمة في اليوم. فتخيل أنت معاك من دلوقتي لحد الامتحانات معاك 40 كلمة، يعني أنت ممكن تحفظ ال40 كلمة في ليلة الامتحان بس، وتدخل على الامتحان تحل على طول مفيش أي مشاكل. ده بالنسبة لي لتكوين الجدول وحفظ الكلمات اللي هم ال40 كلمه. طب في حاجه تانية المفروض ان انا احفظها ولا انا افهمها؟ اقول لك مفيش اي حاجه خالص. دول هم تلخيص الدرس بتاع المعادله الميزانيه من الاول لحد الاخر، وهديكم مثال وهنحله مع بعض دلوقتي من الاول لحد الاخر. ولكن انا هحكيه لكم باللغه العربيه، المثال هحكيه لكم بيها باللغه العربيه. تعالوا كده نسيب جدول زي ما هو واحل لكم المثال باللغه العربيه. هو المثال بالانجليزي بس انا احل لكم اياه باللغه العربيه على اساس انه هو عربي. يعني معانا مثال اهو. المثال يا جماعه مدولنا عباره عن قيود 1 و2 و3 و4 و5 لحد 8، والمطلوب مني اللي هو معادله الميزانيه. المعادله ايه؟ الميزانيه اكونت اللي هو المعادله او الحسابات، ايكويشن المعادلة. عايز مني هو عايز المعادلة الميزانية. رسبت الجدول هو محلول يا جماعة، بس انا مش هبص على الحل ده، انا هبدأ ان انا احل من المثال على طول. لو عايزين نعمل كده محدش يقول بيبش، ونحل على طول من ايه؟ من التمرين. عندنا كلمة يا جماعة عايزين برضو لازم المفروض نحفظها اللي هي بوت. ده معناها شراء يا جماعة، معناها هي شراء. وسولد معناها بيع، شراء بيع. تمام كده؟ تمام. في مشاكل؟ مفيش أي مشاكل خالص. تعال نقرأ أول نقطة أو أول قيادة. بوت اللي هو شراء، بيلدينج اللي هو المباني يا جماعة. الكلمات كلها دي موجودة في ال40 كلمة، موجودة فيها في ال40 كلمة. بيقول لك بولدنج فور 100,000 كاش، 100,000 هي كاش. بس قبل ما ابدا ان انا في اول عمليه لازم هو مديني القيود راس المال مديهوني كام. بيقول لك ايه في التمرين؟ اسم ذات، سيبكم من الانجليزي يا جماعه واقول لكم بالعربي على طول. ما يقول لك راس المال بدا ب 250,000 جنيه نقدا، 250,000 جنيه نقدا. يبقى راس المال، المال 250,000 جنيه. تمام كده؟ هو قال لي نقدا يبقى الخزينة، وراح كاتب الخزينة 250,000 جنيه. ده بداية المشروع يا جماعة، بداية الأعمال. بدأ مشروعه ب 250,000 جنيه كرأس مال، ونقدا اللي هو الخزينة اللي هو كاش، كاش يعني نقدا يا جماعة. مع كده أول حاجة بيقول لك اشترى مبنى ب 100,000 جنيه، روح عامل زائد وراح كاتب المبنى او المباني، مبنى او المباني. ده بالنسبه لاول قيادة انا هعمل له خط. هروح اشترى المبنى، اشترى المبنى بكام؟ ب 100,000 جنيه. ال 100,000 جنيه كاش، كاش يعني نقدا يا جماعه. يبقى الخزينه كان فيها 250,000 واشتريت مبنى ب 100,000، يبقى فضلت فيها 150. في حاجه هتزيد وحاجه هتنقص يا جماعه، خلاص بقت كام؟ 150 زائد المبنى، المبنى زاد اللي هو اشترينا مبنى بكام؟ ب 100,000. أثرت على رأس المال؟ ما أثرش، ده أنا باخد من الخزينة وبجيب مبنى، رأس المال ملوش دعوة خالص، لأن الأصول بتساوي الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. اتنين هتلاقيهم مساويين بعض. اتنين هتلاقيهم إيه؟ مساويين بعض. ده بالنسبة لأول قيد، والله ما في أي صعوبة يا جماعة، المعادلة الميزانية عامة والله سهلة جدا جدا جدا. ده بالنسبة لأول قيد. تاني قيد اشترى معدات، مثلا أنا أحسبها لك معدات. اشترى ايه؟ معدات. أنا مش عارف هو اشترى ايه، بس أنا هحسبها لكم إن هي اشترى معدات. اشترى معدات بكام؟ ب 20,000 جنيه، ب 20,000 جنيه.
طب اشترى ب 20,000 جنيه كاش ولا على الحساب؟ قال لك على الحساب. طالما هو اللي اشترى يبقى الدائنون يا جماعه، طالما اللي هو اشترى يبقى الدائنون، طالما على الحساب هو اشترى وعلى الحساب يبقى الدائنون. الدائنون انا علي كام على كده؟ علي 20,000. راس المال زي ما هو 250,000، وهنا تنزل الخزينه تنزل زي ما هي 150. انا كل قيد بجيبه من القيد اللي قبله، ماليش دعوه باللي فوق خالص. زائد المبنى زي ما هو 100,000، زائد المعدات اللي انا اشتريتها بكام؟ ب 20,000. تسمع القيود بالتفصيل يا جماعه علشان ما تتلخبط شيء. القيد ده زي ما هو ما اثرش في القيد الثالث اللي هو العمليه الثالثه، نزلناه زي ما هي ما فيش اي مشاكل. اشترى هو في القيد الثاني رقم 2، ما هو يا جماعه دول ثلاثه قيود شايفهم صح؟ هقول لك صح. هقول لك القيد الاولاني بدا اعماله، يبقى ده مش محسوب من القيود. يبقى القيد الاول معنا من القيد من القيد ده الاول، وده القيد الثاني، واللي جاي يبقى القيد الثالث. القيد الثاني اشترى معدات ب 20,000 جنيه، المبنى ينزل زي ما هو 100,000، الخزينه تنزل زي ما هي 150,000. الدائنون زادوا لان انا قلت على الحساب، اشتريت على الحساب، يبقى الشركه ليها فلوس. فالشركه يا جماعه عباره عن دائنون، طالما انا اللي اشتريت دائنون 20,000، ومعانا الحقوق الملكيه راس المال 250,000. تعالوا نروح للقيد الثالث. القيد الثالث اشترى جودز، اشترى جودز يعني بضاعه يا جماعه. بضاعه من مين؟ من حمدي كومباني، من شركه حمدي فور ب 30,000 جنيه كاش. اشترى بضاعه بكام؟ ب 30,000 جنيه. وراح كاتب كده بضاعه، يعني الاصول انا هسيب مساحه يا جماعه كافيه ان انا اكتب اي اصول فيه. بضاعه يا جماعه، اشترى بضاعه بكام؟ العمليه الثالثه ب 30,000 جنيه، ونقدا يبقى الخزينه نقصت. الخزينه نقصت كام؟ 30,000، هتبقى 120,000. زائد المبنى زي ما هو 100,000، زائد المعدات زي ما هي 20,000، زائد البضاعه اللي هي انا اشتريتها اللي هم كام؟ 30,000. الدائنون زي ما هم 20,000، راس المال زي ما هم 250,000. وروح عامل خط. في اي صعوبه؟ ما فيش اي صعوبه خالص. تعالوا نروح للعمليه الرابعه. برضه اشترى جودز فروم احمد كومباني اوف 50,000 جنيه اكونت، اون اكونت يعني على الحساب يا جماعه. اشترى بضاعه، البضاعه زادت كام؟ اشترى بكام؟ ب 50,000. معايا 30 و50 يبقوا 80,000 بضاعه. ما انا اشتريت ب 50 ومعايا ب 30 يبقوا 80. المعدات تنزل زي ما هي 20، زائد المبنى ينزل زي ما هو 100,000، زائد الخزينة تنزل زي ما هي 120، ونحن قلنا على الحساب قلنا بكم؟ ب 50,000، ومعنا 20,000 يبقوا 70,000. يبقى الشركة ليه عندي كام؟ 70,000. وروح عامل خط. تعالوا نروح للقيد اللي بعده، وهو يا جماعة ده القيد الكام؟ ده الرابع. تعالوا نروح للخامس. القيد الخامس يا جماعة هو سود جودز، يعني باع بضاعة شركة أكل، شركتية أكل، كام؟ ب 20,000 جنيه على الحساب، ب 20,000 جنيه على الحساب. طالما هو اللي باع يبقى مدينون، اللي هم العملاء المدينون. يبقى أنا بعت يا جماعة، بعت على الحساب يبقى مدينون. تعالى الخزينة 120,000 زي ما هي، المباني 100,000 زي ما هي، زائد المعدات زي ما هي 20,000، زائد البضاعة، البضاعة 80، بعنا من 20 يبقى فاضل 60,000، زائد المدينون. أنا لاقي عندهم كام؟ لاقي عندهم 20,000 اللي هم اشتروا بيها البضاعة. خلص القيد، خلص القيد. تعال نروح ليه؟ للقيد اللي بعده 250,000. نروح للقيد اللي بعده وهو القيد السادس. القيد السادس يا جماعة برضه سود جودز تو بدر كومباني، شركة بدر ب 40,000 جنيه كاش، يعني هو باع بضاعة ب 40,000 جنيه كاش. يبقى الخزينة هتزيد كام؟ هتزيد 40,000 جنيه. تعالوا نشوف الخزينة زادت كام؟ 120 وزادت 40 يبقى 160، زائد المبنى 100,000 زي ما هو، زائد المعدات ب 20,000 زي ما هو، زائد
البضاعة، البضاعة أنا بعت بكم بضاعة؟ بعت ب40,000 ومعايا ب60، يبقى فاضل كم؟ فاضل 20,000 زائد المدينون زي ما هم 20,000. خلصنا القيد، خلصنا القيد. تعالوا نروح لآخر قيد، القيد اللي قبل الأخير يا جماعة، لأنه ما فيش مساحة في الصبارة زي ما أنتم شايفين، اللي هو باع بضاعة إلى شركة نور بكام؟ ب15,000 جنيه كاش. تكلفتها هو 10,000 جنيه، تكلفتها كام؟ 10,000 جنيه، هو باعها ب15,000. يبقى أنا البضاعة هتنزل بدل 20 هتنقص كام؟ تكلفتها 10,000، يبقى أنا هنقص 10,000، هنقص 10,000 يبقى هتفضل 10 زائد المدينون زي ما هم 20,000. أنا بعت بضاعة ب15، تكلفتها 10، يبقى أنا هخصم ال 10 بس من البضاعة. طب والخمسة التانية هتروح فيها؟ هتروح الأرباح، هتروح هي الأرباح، يعني 250 ومعانا 5,000 يبقى 255,000. ننزل دول زي ما هم، ننزل دول زي ما هم. تعالى نروح للتالت نكمل، دول زي ما هم معلهمش أي تأثير. تعالى نروح لدول، بعنا البضاعة بكام؟ نقصنا 10,000، نقصنا 10,000. الخزينة هتزيد كام؟ هتزيد 15 يا جماعة، هتزيد كام؟ 15,000، 15 عندك و160 يبقى 175 زائد المباني زي ما هي 100,000 زائد المعدات زي ما هي 20,000. المعدات هي زي ما هي. تعال نفهم القيد الأخراني ده علشان في ناس كتير ما فهموش. بيقول لك يا جماعة هو باع بضاعة التكلفة بتاعتها كام؟ 10,000، وباعها بكام؟ هو ب15,000. ال 15 هو باعها لي بكاش، طالما كاش تنزل هي تنزل في الخزينه، ال 15 تزيد، يعني معايا 160 و15 يبقى 175,000. فيها مشاكل؟ ما فيش اي مشاكل خالص، المباني تنزل زي ما هي، المعدات تنزل زي ما هي. نروح عند البضاعه، البضاعه كانت ب 20، انا هخصم منها كام؟ هخصم التكلفه بس اللي هم كام؟ 20,000. فانا اقول اللي هم 10,000 يا جماعه، 10,000 من 15، يعني هو بيقول لك باع بضاعه ب 10 ب 15,000 تكلفتها 10,000، يبقى انا هخصم 10 من ال 20، 20 ناقص 10 هتفضل 10، المعدات المدينون زي ما هم، 20 زي ما هم، طب الدائنون زي ما هم، طب حقوق الملكيه كان معايا 250,000 راس مال، وانا كسبت 5,000 دلوقتي، مش بايع بضاعه ب 10,000، بعت بضاعه ب 15 وتكلفتها 10، يبقى انا كسبت كام؟ كسبت 5,000، تنزل للراس المال تتضاف لرأس المال تفضل كام؟ 255,000. كده خلصنا يا جماعة درس المعادلة الميزانية أو المعادلة المحاسبية. الدرس سهل وبسيط، كل اللي عليك إنك أنت تحفظ كلمات بالإنجليزي، تحفظ ال 40 كلمة يا جماعة. لو حفظت ال 40 كلمة، ال 40 كلمة فيها جميع الكلمات اللي بالإنجليزي، فهي جميع الكلمات. الجدول زي ده بالظبط، ما فيهوش أي اختلاف خالص. الكلمات هتحفظها، هتنزلها بنفس الكلام ده، وهتنزل بنفس الكلام ده الكلمات، والارقام هتنزلها بالانجليزي برضو. ما فيش حد عارفش الارقام بالانجليزي يا جماعه، اللي هم 250,000 ده بالانجليزي، 100,000 يعني، وهكذا. الارقام كلها بالانجليزي سهله، المهم فيها في الكلمات، تحفظ شويه كلمات. انت لو مش حافظ كلمة، لو حافظ بسيط ومش عارف تكتب هتنقل من التمرين، فانت لو مش عارف تكتب هتنقله من التمرين. يعني بيلدنج دي مبنى، انا عارفها مبنى، بس عارف المبنى بيلدنج، بس اكتب بيلدنج مش عارف. بس انت البيلدنج ده هتجيبها منين؟ من التمرين. زي جودز، جودز دي انا عارفها بضاعه، طب قول لي اكتب جودز كده، اقول لك ما عارفش اكتب جودز، بس انا عارفها ان هي جودز بتاعت بضاعه، يبقى انا هنقولها من التمرين واحطها في الجدول. وهكذا يا جماعة في مادة المحاسبة المالية، المحاسبة المالية كلها بالانجليزي. حاول تحفظ كلمات، لو حفظت ال 40 كلمة والله هتحفظهم في يوم. انت لو شديت حيلك وفضيت دماغك من بداية اليوم، والله يا جماعة قسما بالله كنت احفظ 60 كلمة في ساعتين، 60 كلمة كنت احفظهم في ساعتين قراءة وكتابة. فانت لو شديت حيلك وذكرت وانتبهت لنفسك هتحفظ ال 40 كلمة في يوم، والدرس هتفهمه كله في يوم واحد. درس هتفهم فيه في يوم واحد، الدرس سهل وبسيط ومش هترجع له تاني. لو حفظت ال 40 كلمة مش هترجع له، هتخش على دفتر اليومية وتخش على باقي الدروس تاني، مش هتوقف على حاجة، يعني ممكن تخلص المادة في يومية. فما تقلقوش من أي حاجة بإذن الله. كده خلصت لكم درس المعادلة الميزانية، والحلقة الجاية بإذن الله شرح لكم دفتر اليومي. أهم حاجة تحفظوا الكلمات، خلاص؟ أهم حاجة تحفظوا هي الكلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.